وتدخلي عليها باقي المنتوجات اذا حبيتي، من سيرم، من سيرم تبع العيون واللبس اللي حنشوفهم، من شو ما بتريدي لحتى يساعد بشرتك. كان اخر سؤال لإلي لما سألتها، قلت لها طيب هذه المنتجات قديش بتضيني وقديش بتكلف، فهي قالت لي انه هلا عاملين عرض وهو $299 بتاخديهم كلهم ومعهم كادو هدية إلى آخره، وقالت لي إنه هو اللي بالقليل لازم يضاينوك بين الأربع أشهر والست أشهر بحسب بشرتك، لأنه بنعرف إنه بالبداية بدنا نحط كمية شوي أكتر، بينما لما بتعود البشرة وبتصير متحسنة بتاخد الكمية اللي لازم نحن نتبعها. هيدا بالحقيقة لما عملت أنا الحسابات تبعي وقلت أوكي إذا 3 أشهر $300، يعني $100 بالشهر، فهذا ماشي الحال تمام مش مشكلة، لأنه إذا بدنا نعمل أمرار ضفيرنا بالأسانس أو بدنا نعمل بديكير أو بدنا نعمل مانيكير، هالشي بكلفنا تقريبا بهيدي الكلفة. فقلت أوكي هالشهر بنأجل شي وبنعمل شي تاني. قلت لها فليكن، وأخذت المجموعة وهيك بلشت، وبعد جمعتين اتصلت فيها وقلت لها شكرا كتير لأنه نصيحتك كانت بمحلها وأنا كتير مبسوطة من النتيجة، وبلشت تكون من يعني صف البلاتينوم ومن المحبين المشجعين، كل الستات يجربون طبعا اللي بيقدروا طبعا اللي بيريدوا، لانه كل البشرات برجع بذكر هيدي فيها تستخدم هيدي المجموعه. اوكي خلصنا من قصتي وقصه حياتي مع البلاتينوم، وهلا بس حابه انا افرجيكم نبلش نحكي عن المنتجات ونحكي هي كيف بتفيدنا. اوكي رح نبلش من الكلينسر يلي هو كلينسر المالتي اكتف كلينسر اند ماسك، هو هيدا هو 2 ان 1 مثل ما هن حاطين عليه. ليش 2 ان 1؟ لانه بنستعمله ك كلينسر وبنستعمله كماسك. خليني بس خبر شوي عن شو يعني كلينسر. اوكي الكلينسر معناتها وظيفته هو الحقيقه انه ينظف بشره الوجه من كل الشوائب اللي بتتعرض لها بالنهار. اوكي يعني ابتداء من الافرازات الدهنيه، باقي الميك اب لما بنشيل الميك اب يعني، والزيوت الزايده، كل شيء بعد يعني من اثار التلوث من النهار من البيئه. اوكي هيدا وظيفته انه ينظف يزيل هالزيوت ويحضر البشره لتكون جاهزه لتاني ستيب يلي هي التونينج. هيدا الكلينسر هو كاتبين انه التركيبه الستار فيه او التركيبه المميزه فيه انه في بقلبه شيء اسمه شوجر بيت كومبلكس، والحقيقه انه هذا الشوجر بيت كومبلكس بيشد البشره وبيعمل الحدود الخليه، بتعرفوا انتم انه الخليه عندها حدود الممبرين تبعها، ولما بيكون في عنا هالهايدريشن او دي هايدريشن او لعبه المي يعني بقلب البشره، هي كيف بتصير خروج المي من خلال الممبرين. اورايت سو هيدا كمان بيساعد هالعنصر النجم اللي هو الشوجر بيت كومبلكس انه يشد البشره ويحافظ على الهايدريشن الموجوده او الترطيب بداخل الخلايا. وكمان فيني اقول انه بيستعمل كمان كماسك. هذا لما نستعمله كماسك اللي بنعمله هو انه بنشيل اول مره بنستعمله كننظف، بنستعمله دقيقه لحتى نسمح لهالمكونات تدخل تشتغل تعمل شغله، وبعدين طبعا بنشيله مثل ما شفنا بالفيديوهات الثانيه بهالليفه الصغيره للوجه او بحالها بقطنه او بمنشفه. اوكي وبنرجع من نشف وتاني مره بنحطه كماسك على الناشف، يعني ما بنرطب ابدا البشره تبعنا، بنحطه بننطر شيء 3 4 دقائق مش اكثر. وفي ناس بيستعملوه هن عشية حتى الحقيقه، بحطوه ماسك وبيكونوا عم بفرشوا اسنانهم، يعني بوقت اللي يكونوا خلصوا بيشيلوا الماسك وبيكونوا جاهزين للمرحله الثانيه وهي التونر. اوكي هيدا مثل ما قلت هو الكلينسر. نرجع للتونر يلي سكين ريجنريشن تونينج اسنس يلي هو هيدا. اوكي ومن اسمه يعني لما نقول نرجع ريجنريشن تونينج اسنس، نعرف نحن شو وظيفه التونر. وظيفه التونر هو يعمل مثل غلاف للبشره يحميها من يعني دخول اشياء ثانيه عليها،
وكمان التونر هو ليعدل البالانسينج تبع الترطيب او المي اللي موجود فيها، وكمان هذا التونر هو وظيفته انه تبعوه للبلاتينم عنده وظيفة تانية اللي هي تحضير البشرة للمكونات اللي بدها تشتغل ورا يعني بستيب 3 يعني السيرم. اورايت هلا رح نحكي عنه تمام. بس هذا اللي بيميزه كمان او المكون الستار تبعه له بيقولوا هو مثل البروبايوتيك اللي طبعا انتم بتعرفوا البروبايوتيك، وفي يلي بحافظ على الناتشرال بي اتش ليفلز يعني على طبقه او على مستوى البي اتش الموجود بالمي بقلب الخلايا. والمميز فيه كمان هذا بيترك كمان فيه من الكافيين، وكمان بيترك مثل فيلم بسموه او طبقه خارجيه على الوجه اللي هي تحمي البشره وبتحضرها، بتصغر المسامات وبتحضرها لدخول المرحله الثالثه من مكونات السيروم. تمام. هلا السيروم يلي هن مسمينه التايت فيرم اند فيل فيس سيروم، من اسمه تايت فيرم اند فيل، معناتها بده يشد، معناتها بده يملي كل شيء في عنا جيوب او كل شيء في عنا حفرات او كل في عنا ترهل بالبشره تبعيتنا. شو يعني سيروم؟ نخبر عن السيروم شوي. السيروم عاده بيكون السيروم بالعربي يعني مصل، اوكي؟ المصل هو وظيفته يعني للطوارئ او وظيفته انه يسعف سريعا، اوكي؟ فهو مكونات السيروم بتكون مركزة بطريقة كتير فعالة لحتى بس تدخل على البشرة الوسطى أو على الطبقة الوسطى دغري تشتغل مع فعل التراكيب المكونات التانية اللي اوريدي سبقتها لحتى تساعد البشرة تشتغل، إن كان بعملية ميكانيكية توليد البروتين اللي هن الإلاستين والكولاجين، أو كمان لدعمهم تعطيهم بروتين زيادة بتهيينهم مع فيتامينز، اوكي؟ بتشتغل بتخلي العملية ترجع تشد ويرجع في إعادة توليد للخلايا اللي حكينا انه بعد عمر معين بتصير تخف هالميكانيكية لوحدها. فهدول السيروم بمكوناته بتدخل وبتعمل فعل سريع، يعني مثل كأنه لا سمح الله لما تروحوا على ما حدا منا ما عمل ديهايدريشن بحياته وراح على مستشفى لياخد مصل، ان كان انتيبيوتيك ان كان يعني مثل ما بنقول نحن مي وسكر ولا حتى تسعفه. فهذا هو تماما معنى السيروم. هلا ليه المميز بهيدا السيروم او المكون المميز هو رجعنا نحكي عن تراي بيبتايد كومبلكس يلي هو بخفف العمق، اوكي، وحفره اذا بدكم التجاعيد الموجوده والخطوط اللي بتكون كمان هون وكمان بتكون هون بالدقن يعني وعلى جوانب الشفه وخاصه محل مطرح ما بنضحك هدول الخطوط، اوكي تمام. سو هيدا وظيفه السيروم، هو دائما 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 مفروض يكون الاحترام للخطوات، يعني كلينسر تونر بيرجع السيروم، ورا السيروم بدنا نستعمل المويسترايزر. اذا ما عم نستعمل السيروم على بكره معناتها اوكي فينا نطلع المويسترايزر، اذا لا دائما السيروم بيسبق المويسترايزر. ليه؟ هلا حكينا انه هو هيدا التدخل، فرقه التدخل السريع اللي بتفوت ورا ما هيلا التونر الطبقه والجو تحت وبتشتغل على المكونات لحتى يجي بعدها المويسترايزر يسكر المسام، يرطب من برا ويفوت ترطيب لجوا ويساعد كمان بمكوناته هالعمليه تنتهي، اوكي. فهذا السيروم. كمان خلينا نحكي عن هيك، احنا عم نحكي عن السيروم نفس الوظيفه والفعاليه، وهو الالترا، هو الالترا كير بلاتينم يلي معمول ادفانسد اي اند ليب تريتمنت، اوكي. هذا هو، هذا بنستعمله نحن كمان لذات المبدا لنشتغل على العين من هون، اوكي، على جنب العين بالتجاعيد من هون من فوق. حتى هيدا ليش اسمه ايز اند ليب؟ لانه بيشتغل على العيون وكمان بيشتغل على محيط هون ضحكه تبع التم، اوكي. وانا كتير بضحك لانه بحب انه اضحك بالحياه، ما بخلي شيء بكيني، بشكر الله على كل شيء وبجرب اني اقوم وكمل ارجع كل ما وقعت. فمشان هيك عندي تجاعيد او عندي خطوط بتضل هون مبينه. فهيدا بيساعد كمان مثل ما حكينا كمان سيرم ليكمل المجموعة.
هذا بالحقيقة اللي حكيت عنه لهلا، الخطوات الأربعة هن بالعناية بالبشرة أو بالروتين الصباحي اللي بنشتغل فيه مثل ما أنتم بتعرفوا، وفي فيديو كمان تحت إذا بتحبوا ترجعوا تشوفوه كيف بنستعملهم وبنعمل حركة المساج. أوكي، كمان عندنا ورا السيرم رح تلاحظوا هلا رح أحكي عن مويسترايزر. ما عندنا مويسترايزر بهيدا المجموعة، هي المجموعة، لأنه مثل ما قلت مكونات كل هالمجموعة مع بعض بتشتغل اوكي، وما بتخلينا نعوز ترطيب او مويسترايزنج من الى من خارج يعني بمنتوج اخر. بس يلي بعمله انا ويلي الست نصحتني اشتغل فيه قبل ما كنت ام بعرف معلوماتي عن المنتجات، اني اشتغل مع سمارت شيلد يلي حكيت عنه قبل. سمارت شيلد هو 2 ان 1. سمارت شيلد هو من مجموعه الالترا كير تريتمنت يلي هن تارجتد تريتمنت، ذكرناها هيك سريعا بس بكره برجع بعمل لها حلقه او فيديو لوحدها. هيدي اللي كمان بتساعد انه فيها المويسترايزر زياده بنستعمله، انا بستعمله دائما ورا السيروم، وكمان فيها الاس بي اف ال 50 العالي لحمايه الشمس، يعني بتشتغل سان بلوك وبتشتغل بذات الوقت مويسترايزر. لانه بغير ستات بتلاقوا انه عندنا الكريم دجور او هو هيدا الكريم المويسترايزر تبع اللي بنستعمله بالصبح. اوكي، بيجي عنا على المسا. المسا عنا الدي ان اي يلي هو اسمه دي ان اي سيلولر ايج ريبير كريم، سوري، وهو مثل ما اسمه بيحكي كمان بيساعد بإعادة تكييف وإعادة تشغيل وتجديد المناطق اللي نحن بنحطه عليها، وهو لازم على الوجه طبعا. نحن بس بنحيد عن منطقة التم، عن الشفاف وعن العيون، وطبعا بنشتغل على الرقبه وعلى الديكولتاج اللي هو من هون طلوع. اوكي، فهذا بيساعد كمان على يشد كل هالمنطقه ويرجع يعيد نضارتها وشبابها مثل ما بيقولوا. وكمان بيقولوا هيدا مش بس بيحمي الدي ان اي، مش بس بيصحح، كمان بيعمل، انا بدي احكي شوي عن البلامينج افكت، البلامينج او البلامبينج افكت يلي هو رح نشوفه كمان بالليب بلامبينج يلي هو كريم فرجتكم اياه مره ورح ارجع افرجيكم اياه على الكاميرا هلا. اوكي، كمان من الالترا من الالترا كير تريتمنت. اوكي، فهيدا الفعل تبعوله بيخوخ الوجه، يعني بيخلي البشره ترجع تصير 3D، مش تنفخ بمعنى تنفخ يعني بالطريقه يلي بالكاريكاتيرا البشعه اللي بنشوفها هلا بعمليات التجميل، لا، بس بتحسوا انه البشره رجعت هيك نضره، رجعت طبيعيه، منا جافه، مش تعبانه، بتحسوها انه فيها حياه. يعني هيدي هي كمان الدي ان اي بيشتغل عليها. اوكي، هيدا باختصار شديد عن جربت انه اختصر قد ما فيني سامحوني، عن المكونات الموجوده بالالترا بلاتينوم. وانا خبرتكم انه شخصيا بستعين بالسمارت شيلد بروتكشن وكمان مويسترايزر، وكمان بستعين بالكريم اللي هو للتريتمنت للليبس اند ايز، هولي بضمن البلان اللي انا قررتها مع هيدي الست لحالي. بضل نحكي هلا كمان عن اثنين او عن ثلاث منتجات يلي انتم لازم تعرفوها تتعرفوا شو عندهم كامل بلاتينوم. عندنا الماسك يلي هو كمان فيلان فيرم باورفول ماسك. الماسك تبعولهم هو كثير ترانسبيرنت، حكيت عنه كمان بالفيديو اذا بتحبوا ترجعوا تشوفوا، وبنستعمله مره بالاسبوع. لونه ازرق، ريحته كتير حلوة مثل ريحة البحر، جميلة يعني، لا مش زنكة البحر، ريحة البحر الحلوة. كمان الفعل تبعوله على الوجه كتير حلو، ناعم، شفاف، ما بيترك طبقة سميكة. وهيدا بنستعمله الماسك مثل ما قلت مرة بالأسبوع. وعنا الماسك أبليكيتر يلي هي هاي معمولة من السيليكون، أوكي، كمان للنظافة ولعدم تكاثر البكتيريا إذا موجودين بالحمام أو بمحل يعني معرض للبكتيريا. الماسك هو بنشتغل فيه طبعا ورا ما نكون عملنا اكسفوليشن او رجعنا عملنا تطهير او تنظيف عميق للطبقه الوسطى، وهيدا اللي بيصير بفعل المايكرو ديمبريشن يلي حكينا عنه مثل السكراب. اوكي، هيدا كمان من مجموعه الترا كير تريتمنت. وهيدا السكراب لما قبل ما بدنا نستعمل الماسك انا دائما بستعمله. اوكي، برجع بعمل التونر وبرجع بحط الماسك على وجهي، بتركه بالليل طبعا هذا الاستعمال الماسك، بتركه كل الليل لحتى يتفاعل
مع المكونات، مع اللي عم بيصير كله هذا بالطبقة الوسطى، وحتى قوم على بكره وارجع ارجع باشر بالروتين تبعولي الصباحي. هلا في سؤال حدا سألني اياه وبحب شارك، انه هل نحن مجبورين نستعمل الكلنسر والتونر على بكره وعشيه؟ الحقيقه ايه، وخاصه اذا كان عندنا جلده دهنيه مزته اوكي وعندها افرازات. انتوا بتعرفوا شو عم بحكي، يعني مجرد ما تحسوا حالكم عم بتلمعوا او تحسوا حالكم هيك عندكم هالشعور الدبق تبع الزيت من دون ما تكونوا حطيتوا ميك اب او شيء، طبعا هذا يعني دليل انه هي عندكم جلده دهنيه. فالكلينسر بيساعد على بكره مثل ما بيساعد عشيه، عشيه طبعا بيشيل الميك اب والزيوت كل شيء اللي ذكرناه، على بكره شو بيساعد؟ ورا ما اشتغلنا بالليل اشتغلت كل هالمكونات نحن نايمين، لما في كل الاكسس اللي ما عايزته البشره بده يطلع. فالكلينسر كمان لما بنرجع بنعمله بنطول بالنا عليه بالمساج مدة دقيقة، بنغسله وبنرجع بنحط التونر، التونر وظيفته يرجع يهيئ مثل ما حكينا البشرة لشو جاي بعدها، وهو مبدئيا على بكره بيجي السيروم. alright، وهو السيروم لازم يكون عنده استعداد البيسي للتونر. فللسؤال ايه، تونر والكلينسر هن كتير مهمين، خاصة للستات يلي هلأ عم يستعملوا هيدا كتريتمنت، عم يستعملوا عندهم مشاكل بالجلد، هاملين الجلد تبعهم كانوا أو وجهن، وهلأ عم يرجعوا يعرفوا البشرة عن يعني على كيفية الصحة وكيف لازم نعتني فيها. هون بين هلالين بدي أقول شغلة، في ناس بيفكروا إنه أوكي أنا بشتري هلأ البلاتينوم بشتغل فيه 4 أشهر 3 أشهر يلي هن وخلص. لا مش خلص، طالما نحن عم نحكي عن بشرة وعن جلد وعم نحكي عن مرونة ومطاطية وعم نحكي عن بروتين، يعني عم نحكي عن جسم ومثل العضلات مثل السبور، إن شاء الله بتعملوا 10 سنين سبور وقفوا 3 أشهر، الترينر تبعكم ما رح يسمح لكم ترجعوا تعملوا الانتنسيتي اللي بتعملوها قبل، رح ترجعوا تبلشوا عن جديد بالتدرج، تمارين تحماية بعدين أقوى بعدين تحملوا الويت أكتر، نفس الشيء. فإذا نحن منتابع الشغل على البشرة تبعنا بطريقة مستديمة بطريقة روتينية يومية، هذا كتير بيساعدنا، مش بس بيساعدنا بيوفر كمان على جيبتنا. الحقيقة ليش بيوفر على جيبتنا؟ أنا إذا عم بستعمل هالمنتجات وماشي حالي أوكي، ما بقى عندي هالتكثيف العناية الطارئة اللي بدي إياها أنا لحتى أهتم بالتجاعيد، وهيك ممكن إني بدل ما أستعمل مثلا السيروم تبع البلاتينوم فيني ضلني عم بستعمل الكلينسر، بستعمل التونر، وغير عن السيرم اللي بستعمله بسيرم تاني يساعدني. وهذا اللي هلا بدي احكي عنه، عن سيرم الليل. في ناس بيستعملوا سيرم كمان بالليل خاصة إذا كانت الحالة بحاجة يعني مستوجبة، وهذا الكونسلتنت هي فيها تساعدكم فيه. إذا أنتم بدكم نتيجة سريعة وعم تستعملوا هذه المجموعة، ايه طبعا نعمل مثل اجريسيف تريتمنت اللي هو السيروم. اجريسيف مش بمعنى بيأذي، اجريسيف بمعنى بيشتغل اكثر واسرع وبطريقة دغري مركزة على البشرة تيساعدها. هلا رح اعرفكم رح اخبركم لانه هذا في اوفر كمان عليه حلو تستفيدوا منه. هذا السوبر سي اللي فيه فيتامين سي وريتينول سيروم، هذا السيروم كمان هو من مجموعة الالترا كير تريتمنت، هيدا نستعمله على شهر، يعني لازم نشتغل شهر نريح، وهو طبعا مثل ما اسمه بيدل عليه بيعطي هالفيتامين سي يلي بيستعمل يلي حكينا ذكرنا عنه شو بيساعد، وكمان بيشد بيساعد على الشد البشره، بيساعد على تغذيه البشره اورايت، وعلى النضاره تبعيتها مثل حيالله شيء جزء يعني جزء بجسمنا بحاجه للفيتامينات. اوكي هذا السيرم نستعمله مثل ما قلت بالليل، وبنصير نستعمله ليلي ايه ليلي لا ورا ما نعمل الكلينسينج والتونينج. اورايت نستعمله، فهذا موجود. هلا كمان دائما بيرافق السيرم مثل ما قلت، فينا سيرم الصباحي نشتغل فيه وكمان بالليل يلي هو المويشرايزنج سيستم، وكمان منه اللي فيه الهيالورونيك اسيد، وكمان يلي فيه منه كمان الفيتامين هلا بي، منزلينهم بعرض ورح اخبركم عنهم بعديقة. النيوتروماتيك، وحلو انه تستفيدوا منه اذا انتم بحاجة تعملوه، وهذا لازم نعمل بالقليلة مرة بالسنة يعني أو مرة بال6 أشهر لحتى نتأكد أنه كل الفيتامينات اللازمة للبشرة تبعنا موجودة. وأنا بلشت استعمله يعني من جمعة. أوكي فكمان عنا واحد من السيرمز اللي بنستعملهم هو هيدا بيرطب بسرعة 1000 مرة إذا نحن عم نحكي عن بشرة حساسة وجافة. فكمان هدول الالترا كير تريتمنت دائما تذكروا تارجتد برودكتس لحتى يساعدوا ب نزيدهم على البلان تبعنا ونعرف شو الهدف اللي بدنا نشتغل على عليه. اوكي okay.
قبل ما انهي بس خليني اقول لكم هلا شو هو العرض. في عرض انا ذكرته قبل بس هلا لانه عم نحكي عن البلاتينوم رح ارجع احكي عنه. في عنا الراديانت لكجري، هن عاملين هيدا ما في عليه سوبر دوبر، يعني هيدا على عرض كريسمس يلي بيخلص بعد يومين من اليوم. هو حقه 119 دولار اوكي، وهو عباره عن الدي ان اي وعن الماسك تبع البلاتينوم. طبعا هول اللي عندهم كلينسر وتونر من نيوتروماتكس اوريدي مبلشين فيهم ممكن، او بلشوا بالبلان الصغيره اللي هي بس الكلينسر والتونر اوكي. فبنستفيدوا كمان من الهير باند اللي انا عندي اياه هون واستعملتها بوحده من الفيديوهات، تستفيدوا كمان من الماسك ابليكانت هيدي يلي هي هون البلاتينوم هاد سوري السيليكون ماسك براش، وبهو حقه مثل ما قلت 119 دولار اوكي. هلا العرض يلي انا اشتريته الحقيقه واللي بعده ساري هو هيدا. مثل ما شايفين المجموعه كامله، ورح خليني اشوف اذا هون بقدر احمل هيدا اوكي تمام. فعنا الكلينسر وعنا التونر وعنا السيرم، عنا الدي ان اي، عنا الماسك وعنا سيرم العيون، كمان بيطلع لنا فور فري او ببلاش. هيدي الابليكانت تبع الماسك، بيطلع لنا كمان هيدي التروس الحلوه كثير اللي انا هون كمان عندي اياها واستفدت منها بالعرض. وكمان عنا بيطلع الهير باند اللي هي بتحطوها قبل ما تبلشوا العناية بالبشرة وتغنجوا حالكم اوكي. طيب كمان انا لازم هيدا المجموعة كاملة مثل ما ذكرت حقها هلا 299 دولار لبعد بس يومين. صدقوني انها بتحرز اذا بتفصلوا كل منتج لوحده، ورح اذا فتوا على الويب سايت تبع نيوتروماتكس وشفتوا الكتالوج العادي بتشوفوا قديش حقهم. السيروم لوحده حقه 110 دولار، يعني فيكم تاخذوا من هون عبره. وهيدا هني حقها كل المجموعه مثل ما شايفين هون 489 دولار، يعني تقريبا 500 دولار. هلا عم تدفعوا 299، وهولي اصلا الهاد باند مع الابليكيتور هيدي تبع الماسك، وكمان التروس اللي بتطلع كان حقهم لوحدهم 55 او 65 دولار، 65 دولار مثل ما هو هون واضح، يعني 500 مع 65 هي 565 دولار، انتم عم تاخذوهم كلهم ب 299. صدقوني ما عم حاول بيع، بس انا عم حاول اقول اذا حدا منكم فكر بالموضوع وعجبته الشغله وحابب انه يبلش بهذه المجموعه يلي عن جد ما رح يندم، ممكن انه هلا يستفيد من هالعرض الموجود بعده. اوكي، كمان بدي اخبركم عن هذا اللي ذكرته وارجع عيده، الريتينول اللي فرجيتكم اياه اللي فيه فيتامين سي والريتينول، وكمان الفيتامين بي اللي حكينا عنهم بالقليله مره بالسنه لازم نحطهم، رح يطلعوا كمان عليهم عرض، وعرض السوبر دوبر عليهم، يعني بيطلع لكم الكونتورينج فيشل رولر يلي كان حقها هي 50 دولار لوحدها، اوكي؟ وهولي لوحدهم كان حقهم 146 دولار، يعني عم نحكي تقريبا بال 200 عفوا بال 196 دولار، كلهم هلا مع السوبر دوبر بيطلعوا ب 67. اوكي؟ سو اللي منكم حابه يكون عندها كل هالمجموعه مع البلاتينوم مع ال طوارئ الفيتامين بي والفيتامين سي والريتينول، يعني بتعمل حسابها كأنها دافعة تقريبا شي 366 دولار، وبيكون عندها المجموعة كاملة يلي بتضاينها 4 أشهر وخمس أشهر من هلأ، وهيدا good investment مثل ما بيقولوا الأسترالية هون. أوكي، هيدا كل شي كنت حابة أنا خبركن عنه عن هاي المجموعة بلاتينوم. إذا عندكن حالة أسئلة بليز، أو إذا عندكن تعليقات لو سمحتوا اكتبوا لي هون على تحت الفيديو. بس اهم من هيك في كتير ناس، وشكرا على محبتكم وشكرا على تشجيعكم لإلي، وعن جد هذا شيء عم بيخليني كمل اوكي. لو اني عم بحكي معلومات موجوده ان كان على الانترنت بعده مصادر، بس باللغه العربيه انا معتزه بهالموضوع ومعتزه بتشجيعكم لإلي وثقتكم لإلي. بس بليز كمان اكبسوا على زر السبسكرايب، يعني ماكسيموم اذا ما حابين تشوفوني وتسمعوا المعلومات فيكم تعملوا ديليت او سكيب، بس انا كمان بحاجه يكون عندي سبسكرايبرز لحتى التشانل تبعي على يوتيوب يكمل وما يفكروا انه يسكروا لي. اوكي طيب، هيدا اللي كنت بدي اقول لكم اياه. مره تانية اللي منكم بتحب تتصل فيني او بتحب اني اجي انا وفسر لها عن كل هالمواضيع مع برودكتس، وهلا على الميلاد انا رح اعمل فيشل فور فري لاول اربع ستات بيحكوني يجربوا البرودوي ويشوفوهم، كمان انا رح اكون كثير مبسوطه، مش لانه بس عم بعمل فيشل وبحب هالموضوع، لانتم تجربوا هالشيء وتختبروه.
وكمان اسمحوا لي اني اذكر، بس نسيته دائما عم بنسيه، هو الهاند كريم يلي موجود، هاند ثيرابي كريم اللي موجود، مالتي اكتف كمان من بلاتينوم، يلي هو بكمل المجموعه. وهذا كمان بيعطي انعاش للبشره، لانه في كافيين، في بقلبه فيتامين، في بقلبه ريتينول عفوا، وهذا بيشد بشره. نحن دائما بننسى ايدينا، يعني بنشتغل بوجهنا وتعلمنا انه رقبتنا مهمه والديكولتاج اوكي، ولكن ايدينا يلي بيستخدمهم بكل شيء، وخاصه الستات اللي من الشرق الاوسط بيطبخوا كثير وبينظفوا كثير، وهلا مع وجود الكوفيد عم ننظف وعم نرد، يعني عم نغسل ايدينا كثير، وعم نستعمل هالهاند سانيتايزر يلي بيقتل البكتيريا حتى المنيحه على ايدينا، بخليها تخثر البشره وتقدم العمر ببين عليها بطريقه بشعه. لازم كمان نهتم فيها، رح نحكي عن السكربات الموجودة بعدين، ولكن أنا بنصحكم طبعا إنكم تفكروا تاخدوا كمان الهاند كريم من الألترا بلاتينوم، وفي موجود بكل المجموعات الثانية يعني كمان بحسب الحاجة، بس إذا حدا اوريدي كان مثلي إيديه مجعودين وعنده نقط اوريدي حالته حالة، دغري بلشت بالطوارئ والمنتج السريع للمساعدة وهو البلاتينوم. إذا طولت عليكم أنا بعتذر مرة تانية، رح أتمنى لكم أعياد مجيدة، وإن شاء الله يا رب رأس السنة اللي جاي علينا يكون خير، ويكون طمأنينة للعالم، بالقليل يكون عندهم سلامهم الداخلي، ربنا هيك يعزي لهم قلوبهم، ويكون مع جميع العالم الموجودين بكل العالم وببلدنا، والله يبارك فيكم. تشاو.